هبدأ الأول بمسألة أبرز تحديات ملف الصناعة في مصر. ملف الصناعة الحقيقة ملف يعني بيواجه بصراحة بدون مواربة يعني أي حاجة، هو بيواجه تحديات شديدة جدا جدا من فترة طويلة، ولم ينال الاهتمام والرعاية الكافية لحد ما قبل 2016. من بعد 2016 في إطار بقى خطة دولة واستراتيجية، وابتدينا نبني استراتيجية ونتكلم عن صناعة حقيقية، ابتدت تبان بقى المشكلات وتبان التحديات اللي موجودة. طيب هو ليه أنا بقول كده؟ لأن هي الأرقام دايما اللي بتقول. لما أنا في 23 أصدر 36 مليار دولار صادرات صناعية غير نفطية، وبعدين أستورد ب 88 مليار، يبقى أنا عندي مشكلة في الأرقام. هل هو يعني دي قدرات مصر وده حجم مصر وهي دي القدرات اللي مصر ممكن تعملها في الصناعة؟ 36 مليار دولار، أنا من وجهة نظري المفروض حط قدامهم صفر، يبقى 360 مليار دولار لو احنا كنا ماشيين على الطريق الصحيح من ساعة ما ابتدينا النهضة الصناعية بتاعتنا بعد 56. لكن حصل عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان احنا ما قدرناش نعمل عمليات التطوير والنمو للصناعات اللي حصلت في الوقت ده. كانت صناعات كبيرة وضخمة وكانت متميزة، كانت معروفة على مستوى العالم كله، لكن ما حصلش الابديت عليها، لان الصناعة هي تطوير مستمر طول الوقت. طب المشكلة فين؟ اكيد في مشكلة. المشكلة دايما معظم دول العالم بتعتبر ان القطاع الخاص هو اللي بيقود عمليات التطوير والنمو، وهو اللي دايما الوقت معاه بيحسبه بدقة وبيشتغل على الارباح والخسائر، ويقدر يعمل عمليات الأرباح اللي هو عايزها، يعمل عمليات النمو والتطوير اللي هو عايزها، يغير المصانع، يطور المصانع، يطلع أجيال جديدة، يطلع منتجات جديدة، يتحرك مع متطلبات العصر. علشان ده يحصل أنا محتاج محفزات.